السلام عليكم، أهلا وسهلا بكل مشتركين قناة نور العين. رجعنا لكم من جديد وفيديو جديد يا جماعة. راح تسألوني شو هاي؟ أكيد عرفتوا شو هاي. هاي راحة الحجاج عنا يا جماعة، هاي هي الراحة. الحلقوم، في ناس بقولوا الحلقوم بس هي الراحة. نحن لما السوريين، لما الواحد بيروح على الحج وبيرجع، بتكون هاي هي الضيافة اللي بيضيفوا فيها الناس. خلونا نصلي على النبي ونبدأ هذا فيديو على السريع. تمهيد للفيديو اللي جاي إن شاء الله، وإذا عجبتكم الراحة وتشوقتوا تدوقوا وتعملوها وتنجح معكم، والمغتربين في أماكن يعني ما بيلاقوها تنجح معهم ويعملوها ويدوقوها، خلوا هالفيديو هاد، حطوا لي لايكات وتعليقات، وقولوا لي بالتعليقات انه حبينا الطريقه، حبينا المقادير، حبينا تتعلموا كيف. وانا ان شاء الله راح ينزل هذا الفيديو مجرد ما اشوفكم تفاعلتوا مع هذا الفيديو وحبيتوا الطريقه وطلبتوها مني. هاي هي راحه الحجاج يا جماعه، راح اقسمها قدامكم. مسكي شوي تليفون، شوفوا عن جد يا جماعه ناجحه وطيبه، لذيذة كتير. شوفوا هي طبعا جديدة، طبختها جديدة، يا دوب بردت. شوفوا طريقة سهلة وإلى أسرار لنجاحها. رح نزلكم الطريقة إن شاء الله يعني لحظة بلحظة، ما رح أقطش الفيديو، رح شارككم كل شيء لحتى تنجح معكم. وكتير كتير راح تدعوا لي عليها عن جد. شوفوا يا جماعة، شوفوا بتشهي، لذيذة وطرية، والمقادير يعني 100%. إذا الفيديو تفاعلتوا فيه وطلبتوا مني الطريقة، أكيد أكيد راح نزلكم ياها. وهلأ بقلكم سلام.